إذن لمتابعة تطورات الأوضاع في فلسطين ولا سيما في غزة بعد إعلان دول أوروبية اعترافها رسميا بدولة فلسطين وردود الفعل الإقليمية والدولية بهذا الشأن، نرحب بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي أديب زيادة، وكذلك نرحب بضيفنا الآخر عبر سكايب من الدوحة أيضا رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني لفلسطيني الخارجي معتز المسلوخي. مرحبا بكما. نبدأ منك أستاذ أديب بعد التحية وتجديدها، ما الذي يعنيه برأيكم إعلان دول أوروبية وهي النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية في هذا التوقيت من عمر الحرب والعدوان على غزة؟ أعتقد أن هذه الخطوة ذات رمزية عالية حقيقة، لا سيما في هذا السياق، سياق النضال والصمود والمقاومة الفلسطينية بعد 8 أشهر من الصمود الفلسطيني الأسطوري حقيقة لهذا الشعب الذي ضحى ويباد حرفيا، يباد يوميا وبشكل على مرأى ومسمع كل هذا العالم، من أمريكا إلى أوروبا إلى أقصى العالم في شرقا وغربا. اعتقد ان هذه الخطوه جاءت في سياق مميز. اعتقد انه يعني المقاومه الفلسطينيه التي الحقت بهذا المحتل هزائم في الميدان، والحقت بهذا المحتل هزائم على كافه الصعد، سواء على صعيد السرديه التي تنتقل في العالم من مكان الى اخر، وعلى صعيد المنظومة الأخلاقية والقيم التي أصبحت لا تسري في عروق الحركات الطلابية في الجامعات الغربية وفي الجامعات الشرقية في كل مكان، أصبحت الرواية الفلسطينية هي التي تسود وهي التي تتردد في أرجاء الأرض. أعتقد أمام هذا الحراك حتى الشعبي الذي يعني رأيناه في أوروبا، رأيناه في إيرلندا، رأيناه في النرويج، رأيناه في أسبانيا، رأيناه في بريطانيا، رأيناه في كثير من دول العالم حقيقة، أمام كل هذه الانتصارات أعتقد أن هذا كان تتويجا حقيقة للسابع من أكتوبر المجيد الذي أعلنت فيه المقاومة الفلسطينية مقاومتها وفعلها على الأرض، وأثبتت أنها صاحبة الرواية وصاحبة الحق وصاحبة السردية المنتصرة. لذلك أعتقد أن هذا الذي حصل هو عبارة عن تتويج لانتصار فلسطين متتابع ابتدأ في 7 أكتوبر ويتجدد كل يوم، ونراه حقيقة بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة من خلال ما توقعه المقاومة من خسائر في وسط هذا المحتل. فالهزائم التي ألحقت بهذا المحتل في الميدان ألحقت أيضا به في السياسة، وإذا أردنا أن نرصد حقيقة العديد من الهزائم التي جرت مؤخرا بحق هذا المحتل. نرأينا هزيمته في محكمة الجنايات الدولية على الأقل فيما أعلن من الجانب المتعلق في نتنياهو وجالانت والرواية الإسرائيلية، رأيناه في محكمة العدل الدولية إذ أن إسرائيل وقفت أمام العالم كله متهمة بأنها ترتكب جريمة إبادة بحق البشرية، وتلاحق الآن وربما توجه إليها التهمة بشكل صريح وواضح خلال الفترة القادمة. رأيناها تتمثل أيضا في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أكدت حقية الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية وبدت فيها إسرائيل عارية أمام العالم. أيضا رأيناها تتمثل حقيقة في الحركات الشعبية والطلابية والنخبوية وغير النخبوية أيضا المنتشرة في أصقاع العالم. لذا أعتقد أن هذا ما حصل هو تتويج حقيقي لانتصارات فلسطينية، ونكاد نقول حقيقة أننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من انتصار فلسطيني شامل. صحيح أنه ربما يبدو للبعض بعيدا أمام موازين القوى التي تتمثل بوقفة أمريكا مع إسرائيل بهذا الشكل الفاضح، إلا أنه الموقف الدولي يتغير، الموقف الدولي الداعم لفلسطين يتجدد. نحن على بعد ربما مسافة أيضا قصيرة جدا من اعتراف العديد من الدول الأخرى التي ستلحق بالاعتراف الإيرلندي والنرويجي والأسباني بالدولة الفلسطينية، أي بحق الشعب الفلسطيني. المسألة ليست فقط متعلقة في يعني خصوصية الدولة، لأنه نحن نعلم أننا لا يوجد لدينا دولة حقيقة حتى نحتفي كثيرا بمسألة يتطور الدولة. أستاذ أديب كما ذكرت. من هنا أرحب مجددا بضيفي أستاذ معتز. سلطات الاحتلال كما تعلمون، وهو معتاد يعني في رد فعل هذه السلطات، أنها قد استدعت سفيريها في إيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة.
كيف ترون هذا الإجراء وهذا التصرف من سلطات الاحتلال، وهي كما تعلمون هي جهة احتلال بوجه أي دولة تعبر عن رأيها لتعترف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة؟ نعم، أسعد الله أوقاتكم. هذا التصرف ليس غريبا على دولة الاحتلال، هذه سياسة ممنهجة تعاليها في التعامل مع دول العالم وفرض هيمنتها والاحتماء بالإدارة الأمريكية، هذا ديدانها منذ نشأة هذا الكيان، نشأ ليكون أو لتكون دولة الاحتلال فوق القانون الدولي، وكانت فوق القانون الدولي إلى أن جاء طوفان الأقصى 7 من أكتوبر. الآن باتت يعني يعاد النظر في هذه المقولة، وكما تفضلت يعني الاعتراف الدولي الآن الأوروبي إيرلندا والنرويج وممكن الأسبوع القادم إسبانيا بدولة فلسطين جاء في سياق تاريخي بعد الفيتو الأمريكي ب 19 أبريل الماضي، عندما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لحجم أو لرفض العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وجاء اجتماع الجمعية العامة بعدها 143 دولة بدولة فلسطين، والآن تذهب الدول فرادى للاعتراف. هذا الاعتراف ليس اعتراف سياسي فقط أو إنجاز سياسي فقط، هذا الاعتراف له بعد آخر، هو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هو ضربة قوية في أساسات المشروع الصهيوني، هو أيضا يوسع القوة والفجوة سواء السياسية أو حتى الفجوة يعني الإعلامية أو الشعبية بين الشعوب الأوروبية والكيان الصهيوني. إذا الحالة الآن الكيان الصهيوني هو شبه معزول دوليا، إذا خاصة إذا استمرت هذه الاعترافات. يعني إحنا بعد 7 أكتوبر رأينا العالم خاض يعني دخل في مخاض سياسي قانوني أيضا في مخاض إنساني. اليوم نرى هذا الكيان يواجه أو بين كفتي كماشة كما تفضل ضيفك، محكمة العدل الدولية الآن بدأت فعليا بإجراءات المحاكمة، وسيكون جلسات لإثبات أو لإدارة إسرائيل كدولة عن الإبادة الجمعية. أيضا رأينا طلب الذي تفضل به المدعي العام بالأمس أو أول أمس إلى محكمة أو الدائرة التقليدية في محكمة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد رأس هذه الدولة بنيامين نتنياهو وغلنت. كل ذلك يؤشر ويعطي مجال للدول لتعبر عن غضبها وترفض السياسة الإسرائيلية خاصة في الإبادة الجمعية المستمرة، وأيضا ترفض الدعم الأمريكي لها، وبالتالي سنرى الدول ستذهب تباعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا الاعتراف سيفرض واقع جديد في مستوى العلاقات الدولية لدولة فلسطين، وأيضا سيضيق أكثر على دولة إسرائيل، وسنرى يعني سنرى ثمرات ذلك ربما بعد أن تنتهي هذه الإبادة الجمعية. أيضا أستاذ أديب، الاحتلال الآن اتخذ إجراءات عقابية ضد سلطة محمود عباس، طبعا تزامنا مع حالة الاعتراف الدولي بدلا بأوروبا، ربما كما تفضلتما ربما تستمر هذه الحلقة لدول أكثر. كيف تصفون إعلان حكومة الاحتلال إلغاء ما يعرف بقانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية وأصدار عقوبات باتجاه ذلك، ماذا يعني ذلك؟ طبعا مسألة فك الارتباط تتعلق بقرار الانسحاب من قطاع غزة في العام 2005، وكانت آنذاك أيضا ألصقت به مجموعة من المستوطنات الصهيونية في الشمال الفلسطيني، ولذلك الآن تم الإعلان يعني بمعنى آنذاك انسحبوا من هذه المستوطنات الأربعة ومنعوا حتى المستوطنين الإسرائيليين من الذهاب إليها أو استيطانها. الآن سحب هذا المنع من الاستيطان مجددا، بمعنى أنه أعطى ضوء أخضر للمستوطنين أن يقوم باستيطان تلك البؤر التي استوطنت آنذاك قبل عام 2005 مجددا، بمعنى أن انتهاك القانون الدولي وانتهاك الأعراف الدولية وانتهاك كل المواثيق الدولية يعني مصرين أكثر فأكثر وبشكل رسمي. يعني نحن نعلم أن الاستيطان أحيانا يتم بشكل هادئ وبشكل صامت، لا يعني بمستويات شعبية يذهب المستوطنون ليضعوا في بعض الأماكن بعض الكرفانات أو بعض البؤر ثم لاحقا تتطور ويكوننوها. لا، أما هذه المرة فنحن نتحدث عن قانون يأتي من فوق إلى أسفل وليس من أسفل إلى أعلى، ولذلك نحن نتحدث عن دولة ماضية حقيقة في إجرامها وفي يعني في جرائم الحرب، والاستيطان هو جريمة حرب كما هو معروف في القانون الدولي جريمة حرب، وهذا دليل على أنه ليست فقط غزة المستهدفة وإنما المستهدف هو كل فلسطين.
مستهدف الضفة الغربية كما هي مستهدفة غزة أو والحرب هناك كما هي ضارية، هي أيضا على الأرض الضفة الغربية ضارية. وشهدنا أمس كيف استهدف الأطباء واستهدف المدرسون واستهدف الطلاب واستهدفت النساء في مخيم جنين ومدينة جنين وعموم الأرض الفلسطينية. لذلك أما مسألة أنها الآن يتوجه استهام ربما للسلطة الفلسطينية بعقوبتها، فهي طبعا يعني لعلها تكون يعني فركة أذن ربما للسلطة الفلسطينية كي ربما تطفو على نفسها ولا تعتقد أنها في منأى عن الحرب الإسرائيلية. للأسف أن السلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب الطوفان أو حرب العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نأت بنفسها عن الحرب ونأت بنفسها عن هذا العدوان ونأت بنفسها عن أن تكون طرفا حقيقة يدافع عن شعبه، ولذلك رضيت بأن تكون تشتغل بنفس النسق الذي اشتغلت فيه في السابق ومضت حتى في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. ونحن نشهد ونرى أن الاقتحامات التي تتم في مخيمات جنين وكرم وغيرها من الشمال الفلسطيني تتم بالتنسيق قطعا مع السلطة الفلسطينية، بمعنى يطلب من أجهزة الأمن الفلسطينية أن تنزوي في مقراتها يفسح المجال لقوات الإسرائيلية أن تدخل وتكون وتعبث في الأرض الفلسطينية وتقوم بالدمار الذي تقوم به حاليا. لذلك أعتقد أن الصهاينة لا يوفر أحدا، كما قال نتنياهو نحن لا نريد لا فتحستان ولا حماستان، لا نريد عباس ولا نريد حماس. على الفلسطيني على السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير أن تعلم أنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض، بمعنى إذا لم يتحركوا حاليا سيأتي الدور على رقابهم بمرغم كل الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، فيما يتعلق بالخدمات التي تؤديها لإسرائيل وحماية الاستيطان والامتناع عن خدمة شعبها حقيقة أو الدفاع عن شعبها أمام هجمات المستوطنين، رغم كل ذلك إلا أنها غير مقبولة، لأن الإسرائيل لا يفهم الفلسطيني إلا في حالة واحدة أن يكون تحت الأرض وليس فوقها. لذلك أعتقد أن السلطة الفلسطينية عليها أن تصحو من غفلتها وعلى حركة فتح تحديدا راعية السلطة الفلسطينية أن تصحو من غفلتها وأن تنضم إلى الركب قبل أن تقول يعني كما قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أيضا أستاذ معتز في الجانب الميداني بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على بدء العدوان والحرب على غزة وسط مزاعم طبعا سلطات الاحتلال بحصار أو محاصرة قوى المقاومة الفلسطينية، نرى جبهة الشمال تشتعل هنا وتحديدا أعني في جباليا مع مصائد الموت لنقل للمقاومة ضد جنود الاحتلال التي تحصد الجنود والمدرعات أو المركبات العسكرية الإسرائيلية. كيف ترى تصاعد هذا العنف لنقل أو الزخم العسكري في شمال غزة للمقاومة؟ نعم، هو بلا شك يعني مثير للدهشة ومفرح للقلب، مبهج للقلب. يعني الفيديوهات أو المقاطع المرئية التي تخرج من قطاع غزة وخاصة التي يصوروها أبطال المقاومة يعني تثبت أن المقاومة اليوم بأسها أشد. يعني رأينا أكثر من فيديو يتصادر المقاومون إلى استهداف الدبابات واستهداف جنود القنصل أو الكمائن، وهذه الروح القتالية الغير مسبوقة ربما في أي حروب. 8 شهور من الحرب الغير متكافئة، 8 شهور من الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال، 8 شهور من التجويع، 8 شهور من انعدام أي أمل لصفقة عادلة مع هذا الخيار. أعتقد هذه الروح التي يظهرها أبطال المقاومة والفيديوهات المرئية والإنجازات العسكرية واستهداف مباشر لجنود الاحتلال هي رسالة واضحة بأن المقاومة تستطيع أن تحقق نصرا عسكريا. هذا الأمر بات اليوم حقيقة، يعني اليوم نتكلم من واقع 8 شهور مضت، لا نتكلم بتكهنات أو بتلفؤات. 8 شهور ماضية أثبتت أن المقاومة عسكريا قادرة أن تلحق هزيمة عسكرية بجيش الاحتلال الذي يتوغل في كل قطاع غزة، وأن المقاومة كان لديها تكتيك ربما لم ينتبه له أو لم يستطع أن يتعامل معه جنود الاحتلال لأسباب كثيرة ربما، لكن أهمها ربما أن هذا الفلسطيني هو صاحب الأرض، هذا الفلسطيني لن يغادر هذه الأرض. ورأينا كيف الاحتلال الآن في مجال الاستراتيجيات يحاول أن يعني يعيد موضوع التهجير إلى مصر ويحاول أن يخلط الأوراق. يعني الحالة التي يعيشها الكيان الصهيوني اليوم بسبب المقاومة هي حالة هستيريا سياسية. يعني موضوع اللي تفضلت
حضرتك اثرت الان موضوع يعني الغاء فك الارتباط، هذا القانون الدولي اسمه ضبط اراضي المحتله، هذه جريمه مؤثمه وانتهاك جسيم القانون الدولي والاتفاقيات جنيف الاربعه واتفاق الامم المتحده. هذا تخبط سياسي يعني اتجاهه اليوم يستعدي حتى دول العالم جميعا، وسنرى يعني في مجلس امن العراق وسنرى عده حركات ربما من المبكر التي ساذكرها لاني اراها فارق قوسين او ادنى، ربما سنرى للمره الاولى طرح مشروع لتطبيق الفصل السابع، او المره الثانيه ربما في تاريخ الامم المتحده تطبيق الفصل السابع عقوبات على دوله الكيان الصهيوني، وايضا ربما نرى وهذا مرتبط ايضا بالاراده السياسيه لدى السلطه ولدى منظمه التحرير الفلسطينيه ودوله فلسطين كدوله غير عضو الان في الامم المتحده تطبيق الماده 6 بطبق هذا الكيان من الجمعيه العامه. اعتقد الضغوط السياسيه المجتمعه ستجبر نتنياهو قطعا على وقف الحرب، وربما تجبره ايضا على انه يعني يقدم تنازلات كثيره في الصفقه التي سيضربها مع المقاومه. ايضا استاذ اديب سريعا لو سمحتم، مرصد الاورو المتوسطي لحقوق الانسان ايضا رصد ان الاحتلال نفذ يعني اعتقالات جماعيه وفرديه، هناك انتهاكات كبيره كما تعلمون حسب ما ذكر هذا المرصد، عمليات تعذيب تسببت بوفيات داخل المعتقلات، برايكم هل تعكس هذه الاجراءات اخفاء قوات الاحتلال ميدانيا؟ اخي الذي يحصل منذ 7 اكتوبر حقيقه مجزرة موازية للمجزرة التي تحصل في قطاع غزة، ميدانها السجون، السجون الإسرائيلية الآن عبارة حقيقة ما يحصل فيها إجرام يعني لم يسبق له مثيل حتى في التاريخ الإسرائيلي، حتى في التاريخ الإسرائيلي لم يسبق لها مثيل، بمعنى التعذيب ووسائل التعذيب وحتى القتل في داخل السجون واستهداف المقاومين داخل السجون واستهداف رجال تاريخيين معتقلين الآن داخل السجون على أوجه أخي العزيز، وهذا كله للأسف يتم بصمت من قبل حتى للأسف بعض القوى الفلسطينية السائدة في الضفة الغربية وعلى رأس السلطة الفلسطينية. هناك قادة مثل مروان البرغوثي، مثل إبراهيم حامد، مثل البرغوثي عبدالله البرغوثي، هؤلاء الآن يستهدفون بشكل شخصي أخي العزيز، بشكل شخصي يعني يستهدفون ويعزلون ويضربون وتسيل دماؤهم ويجوعون، حتى أن أشكالهم كما قال أحد محامي بعض الشخصيات هذه اليوم وهو محامي إسرائيلي قال أن ذاك الشكل الذي كنا نعرفه عن فلان منهم لم يعد ذاك هو الشكل الذي عهدناه فيه، بمعنى حتى غيروا في سحنتهم، ونحن نشهد الآن الأسرى الذين يخرجون من السجون الإسرائيلية يتغير طبعهم تماما، يتغير شكلهم يتغير، وقد فقدوا الكثير من أوزانهم، التعذيب على أوجه، القتل على أوجه، الاستهداف على أوجه، ولذلك على الفلسطينيين أقول أن يصحوا داخل فلسطين وخارج فلسطين، داخل الضفة الغربية تحديدا، غزة مشغولة في حربها، غزة مشغولة في الإبادة التي تحصل بحقها، علينا على الأقل في الضفة الغربية وفي فلسطين الخارج أن نعلي الصوت فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، هناك جرائم كما قلت لم يسبق لها مثيل حقيقة تحصل، ونحن عهدنا في السجون الإسرائيلية، عهدنا أساليب كثيرة من التي كانت تستهدف فيها الفلسطينيون، لم تصل إلى هذا المستوى من الإجرام الذي يقوده بن غفير طبعا على وجه التحديد، وهو أقر من أول يوم وعندما استلم الوزارة استلمها على أساس أن يجوع الأسرى وأن يعذب الأسرى وأن ينتهك حقوق الأسرى كاملة، فبعد أن سحب كل إنجازات الأسرى الآن يستهدفهم جسديا، لذلك علينا أن لا نستبعد أبدا مقتل أي قائد فلسطيني الآن في داخل السجون الإسرائيلية مهما على اسمه، وسيمر للأسف هذا الأمر مرور الكرام بين 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 الناس إن بقي الصمت على حاله، لذلك نحن ندعو ونتأمل ونتوسل حتى القوى الفلسطينية الحية إن بقي هناك في الضفة الغربية قوة حية أن تخرج عن صمتها وأن تبادر على الأقل الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارقة. إذا أستاذ أديب زيادة الأكاديمي والمحلل السياسي من الدوحة شكرا جزيلا لك، كذلك أشكر أستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج من قطر، شكرا لكما.